امجراند 7 هنبتدي حجز عليها من الشهر الجاي ان شاء الله، وهترجع تاني للسوق من شهر 11 ان شاء الله. انا بنمثل النهارده جيلي بعربيتين يعتبروا برضك نوعا ما جداد. الجيلي الاكس 7 كنا نزلناها السنه اللي فاتت في المعرض، والسنه دي بنكمل بيها. العربيه الجديده النهارده العربيه الامبيريال، عربيه تعتبر مستحدثه بشكل قوي جدا للسوق. درسنا فيها كتير عشان نقدمها، عشان نقدم حاجه للعميل تكون مفيده ليه، فيها امكانيات كتير، مريحه وفي نفس الوقت انيقه وتناسب ذوقه وتناسب البادجت بتاعته. هو اوريدي العربيه الاكس 7 معلنه للسوق بقالها اكتر من شهر، سعرها 335,000 جنيه. زياده 20 يعني زياده 20 عن قبل كده؟ لا قبل كده ده كان اخر السنه اللي فاتت، فلا في فرق طبعا كبير. تمام. طب بالنسبه ممكن نلاقي عربيه من الاثنين اتجمعوا في السوق المحليه الفتره الجايه؟ احنا بندرس مع جماعه في جيلي، بندرس معاهم بقالنا حبه يعني عشان نقدم حاجه فعلا عن طريق السوق المحلي. عربيه من العربيتين؟ عربيه من العربيتين ولا لا احنا بندرس حاجات ثانيه كتير، مش بس عربيه من الاثنين، بندرس حاجات ثانيه. تمام. بالنسبه توقعات حضرتك بالنسبه للهجومات فورمولا السنه دي؟ لا انا متوقع السنه ان شاء الله هينجح نجاح كبير. احنا السنه اللي فاتت كنا متحفظين شويه كلنا كسوق عربيات، كنا شايفين السوق بينكمش. السنه دي شايفين الحمد لله السوق بيرجع تاني والناس مقبله على الشراء، فاحنا شايفين فرصه كويسه قوي للسوق. توقع نسبه نمو سوق السيارات قد ايه السنه دي؟ احنا اوريدي واصلين 36% في سوق السيارات، ومتوقعين لسه يبقى هيشد اكتر. يعني بالنسبه لحصه جيلي من السيارات الصينيه، يعني مستهدفين في 2018 احنا في 2018 فات مننا جزء كبير من السنه، فان شاء الله بنحاول نعوض النص الثاني من السنه او يعني الثلث الاخير من السنه، وربنا يسهل.